السيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة. أنا مع السيد مصطفى وحور الرواري كنتمي لإقليم النظر. أنا غادي نهضر على ولاية وجدة. السيد الرئيس، أنا غادي نهضر على ولاية وجدة. ولاية وجدة مدينة مغربية عزيزة علينا، ولكن مدينة وجدة راه متقدمة على 7 ديال الأقاليم اللي كتشكل بهم الجهة 150 على جميع الأصعدة، سواء على البنية التحتية ولا المرافق العمومية الكبرى، الكليات، الجامعات، الجامعات الاجتماعية، المطارات، حتى الموارد البشرية. لأن حنايا كنعرفوا في بداية الاستقلال أول وزير مغربي وهو السيد مبارك البكاي الله يرحمه كان وزير أول لفترتين. جا السيد عثمان كذلك، كاين المستشارة ديال صاحب الجلالة اللي مات الله يرحمه كيقول لك الشيخ مريم حنايا مع الاخر ديال الاخر. مشينا لكرسيف، كاين واحد المثل اللي كتذكر كرسيف كيقول لك المعيشه بالسيف. نجيو على اقاليم ديال الشمال، اقاليم الشمال الا مشينا للريف حنايا 30 سنه ديال الحصار ديال وزير الداخليه درس نفسي الله يرحمه. الرعب النفسي مازال كاين في المواطن ديالنا الى يومنا هذا. ثانيا، ملي كتجيو كتقولوا كاين واحد الامثله دابا كيقول لك الناظور انه غادي تكون خطيره الجهه الشرقيه، ما غاديش يكون امبوسيبل. يمكن يكون قنطره لعبور ديال السلاح، فعلا العبور ديال المهاجرين، العبور ديال المسيرات، العبور ديال الاموال. لان الناظور كيقولوا لك سيدي راه كاين كورنيش في المستوى حسب افريقيا، يقول لك نجوك من برا اش عبارك من الداخل. حنايا بغينا المعامل اللي غادي يشغلوا فيها الناس. هذه الحدود ديال الاخر اللي ما تذكرش في الاتفاقيه انه خص اعاده النظر فيها. ما يمكنش، راه امر واقع اللي قال سي مورو 520 سنه ديال الاستعمار، راه امر واقع. واش غادي نزيدوا حنايا ما غاديش نعترفوا لانها مدينه مغربيه؟ مدينه مغربيه ما غاديش نعترفوا بها لان راه كاين الاستعمار وما قدروش يتاهلوها. غادي نزيدو 150 سنه اخرى باش غادي راه الصهيون الله اعلم باش غادي يخرج هذا الصهيون. الصهيون الى دمينا ديك المنطقه، الى درنا المناطق الحره، درنا المعامل، حتى الاموال اللي كتمشي دابا للتهريب راه الملايير ديال الدراهم. حنايا كنا كنعرفوا ان واحد العدد ديال المليار اللي كانت في مدريد شكون اللي خلص لها؟ خلصها علينا السعوديه. ولهذا السيد الرئيس والمكتب الله يجزيكم بخير، مازال في اطار هذا الاخر الجهه الموسعه اللي عطاها لنا الدستور وسيدنا الله ينصرو. كاين واحد التصاور كاع ماتوا في البحر، الناس ديالنا ماتوا في البحر وما قاريش. واحد العدد اللي مشاو مساكين هاجروا، واحد العدد اللي راهم مساكين في الحبس، واحد العدد اللي راهم في الاخر في الباب ديال المنيليه كان اخر كيستنسقوا في الاخر في التهريب.